عامة للغذاء والتغذية تعمل جاهدة على تعزيز ثقافة التغذية الصحية المتوازنة بين طلبة المدارس عبر إطلاق مبادرات لهذا الغرض. وهذه النوعية من المبادرات تهدف إلى زيادة الوعي لدى الطلبة، خاصة مع انتشار التغذية غير الصحية ونمط حياة غير نشط، واللي يؤثر على صحة عيالنا الطلبة بشكل كبير للأمانة. طبعا نرحب مرة ثانية بضيفتنا في الاستوديو الدكتورة منى الإسماعيلي، مدير إدارة التوعية وتعزيز تغذية المجتمع بالتكليف الهيئة العامة للغذاء والتغذية. صبحك الله بالخير دكتورة منى، وحياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. الله يحييكم. يا هلا فيك. سؤال على طول يجينا، أو أول ما نسمع عن هذه المبادرة، يعني هل التغذية السليمة لها علاقة في التحصيل الدراسي للطالب والطالبة؟ بلا شك، يعني السؤال أكيد واضح، وأي أحد تسأله بيقول لك يعني معروف إن اللي ما يتغذى عدل ما يحصل تغذية جيدة، يعني شنو راح يصير في صحته، في تحصيله الذهني العادي راح يكون خامل، راح يكون ما عنده ذاك النشاط، ما عنده ذاك الاستيعاب، ما في حيل انه يعني يسوي اي نشاط اي شيء، حتى لو وهو قاعد انه بس يفكر ويحل اي شيء ما يقدر. فعلاقة كبيرة مع التغذية الصحيحة بالنسبة للتحصيل الدراسي. أنا ودي بعد أتعرف على الهدف من مبادرة المدارس صديقة التغذية، هذه المبادرة اللي أكيد يعني تسعون لها وعندكم مجهود فيها، فودي أتعرف على هذه الأهداف. طبعا بالنسبة للمبادرة، هي اسمها مبادرة مدارس صديقة للتغذية، وهي أصلا من منظمة الصحة العالمية من سنوات أطلقتها، كثير من الدول تبنتها. احنا عندنا بالكويت طبعا بدينا فيها الحين، وشيء جدا جدا محتاجين له. أكيد كلكم تشوفون إيش كثر عندنا مشاكل صحية بالنسبة للأطفال، والتعلق هذه المشاكل الصحية بالتغذية. صحيح. يعني ما يخفى علينا إيش كثر أكو سمنة، إيش كثر أكو زيادة وزن. آخر دراسات تورينا أن تقريبا 40% من عيالنا في المدارس يا زيادة وزن يا لا نقصان سمنة. في بعد نقصان اللي ما يأكل قليل هذا. قليل في الكويت، يعني حتى عالميا مصنف إنه من الدول القليلة. لكن المشكلة الكبيرة هي زيادة الوزن والسمنة زائد فقر الدم. فمعناته إنه يأكلون ويزيد الوزن، لكن الأكل ما فيه المغذيات اللي يحتاجها الجسم، فتظهر على شكل فقر الدم. 24% من عيال المدارس فيهم فقر الدم. معروف مريض فقر الدم ما يقدر انه يركز باي فكره، ودائما خمول وتعبان وقلبه يرقع زياده عشان يقدر يوصل الدم حق الجسم. فبهالحاله هذه شرحت يعني يكون تحصيلهم وادائهم اكيد، يعني فلازم نتحرك. ويعني بالنسبه للتوعيه الناس تقول طيب نوعيهم، نقول لهم ما ياثر صح. كثر ما ان احنا نحاول ان نغير المحيط اللي هم عايشين فيه. يعني حتى عفوا دكتوره، يعني قاعد تقول ان في ناس ممكن تتاثر، في مدارس اصلا مو ملتزمه بهذا الامر. نعم. ويمكن هذه يمكن حتى البيئه المدرسيه يعني وايد مهم ان هي تكون فعلا تشجع هذا الطفل اللي عنده رغبه انه هو ينزل وزنه، انه هو يعني ياكل اكل صحي، طيب ساعدوه. فما تي الأمور بأنه والله مفتوح وطوعي تبون أو ما تبون، لا، نخليها بشكل جاذب للمدارس. فيت هذه المبادرة بشكل أنها ممكن تكون مسابقة، وهم يحبون المسابقات في المدارس، فقلنا خلاص نخليها مبادرة، والمدارس اللي تحس انها ترغب وعندها استعداد للبدء معانا والشغل يتقدمون. فتقدموا ما شاء الله عدد كبير اكثر من طاقتنا ما شاء الله تبارك. فبالاخر يعني صفيناهم الى 16 مدرسه،
وعلى اساس انها تكون يعني نغطي من الابتدائي متوسط بنين بنات منوع هالعدد هذا منوع. بس كنا نجيب كنا نسولف قبل الهوا ان عندك راي ثاني على الموضوع بالنسبه لتشجيع المدارس. هو تشجيع المدارس هذا امر مطلوب، ومثل ما ذكرت يا دكتوره ان مدارس كثيره قدمت، ويمكن اعتقد ان 90% اذا مو 100% حكوميه اللي قدمت. نعم. المدارس الخاصه يعني هل راح ان شاء الله من خلال هذه في خطه في المستقبل ان تكون هذه المبادره على المدارس الحكوميه ومن ثم الخاصه؟ لان يمكن المدارس الخاصه في كثير منهم يفرض على الطالب ان مثلا ما يجيب اكل من البيت، واحد ممكن ان حتى سعر الاكل اللي ياخذه من المدرسه يكون سعر مبالغ فيه، خاصة في المدارس الخاصة أنا أتكلم عنها، يعني والله بيتزا على سبيل المثال، تعال اشتر بيتزا، زين البيتزا شنو فيها؟ شنو فائدتها؟ خاصة اللي تكون يعني في المدارس مو تصنيع البيت. صحية صباحاً يعني. أبداً لا هي صحية. سعرات حرارية وايد عالية. والبرجرز زائد ما برجرز. هالأمور يعني وايد فيها أشياء. حتى المأكولات السريعة هذه يقول لك تعال خذها من داخل المدرسة. طيب هذه ما راح يعني ما هو المفروض يكون في رقابة من قبل هيئة الغذاء والتغذية، وزارة التربية على مثل هذه المدارس بالتحديد؟ لأن احنا أولاً وأخيراً صحة أبنائنا وبناتنا هم الأهم. قلبنا عليهم هالعيال كلنا والله. الله يحفظهم. طبعا هو في لجنة مشتركة زين بين الهيئة العامة للغذاء ووزارة التربية ووزارة الصحة، وقاعدين بقدر المستطاع ان نغطي المدارس كلها، وحتى ادخلوا يعني من يمثل التعليم الخاص في الرقابة والإشراف على المقاصف. احنا بدينا بتطوير المقاصف المدرسية، والحين داخلين في المبادرة هذه. جميل. مبادرة مدارس صديقة التغذية. فتطوير المقاصف دخلنا يعني حتى الخاص معانا المدارس. هدفنا ان المقصف المدرسي ما تدخل اي أغذية الا مدروسة. فالشركة اللي تبي تتقدم يتقدمون الى الهيئة العامة للغذاء. ترجع لكم بالاول. اول شيء الهيئة. جميل. وبعدين يروح فريق ويشوف مكان تحضير الأكل وإذا موافق للشروط ولا لا، وبعدين نطلب عينات نوعية الأكل ونكون محددين لهم الحجم، الحشوة ايش كثر وزن، ندرسها إذا طابق للشروط موافق عليه. فهذا الحين من السنة اللي فاتت وهالسنة هذه. طيب في حال تمت الموافقة عليه دكتورة منى، يمكن أنا كشركة بالبداية أطبق الشروط اللي أنتم تبونها، لكن بعد فتره تقييم اداء بعد فتره اي بعد فتره اخنبق وازيد وزن اقصر وزن. قطاع التفتيش والرقابه. جميل. هذول مسؤوليتهم، احنا بالنسبه لنا التاهيل يكونوا متواجدين ولا بين فتره وفتره يجون يطلون عليهم زيارات دوريه. جميل. حلو. اذا في احد بلغهم على طول يروحون، عندهم محاضر تفتيش وعندهم ضبطيه وكل هذا موجود. حلو انه يعني يكون في فتره ايضا مثل ما قال زميلي نجيب ان التقييم اداء وانه يكون رقابه ايضا عليهم في الخطه كامله. انا ودي بعد اتعرف بما انه يعني نجيب قاعد يشوف بالعلوم، انا ودي اتعرف على الاجنده الاستراتيجيه بعد نفسها يعني من خلالك اكيد نستفيد منك بما انه موجوده معنا عن الخطه اللي حاطينها لتطبيق هذه المبادره، يعني راح تكون لكل المدارس لكل المراحل، بعد ايش كثر راح تطبق يعني بكل مدارسنا؟ طبعا بالبدايه مثل ما قلت يعني اللي احنا الحين خلاص اقرينا ووافقنا عليهم 16 مدرسه، وباذن الله على اكتوبر راح نبلش الشغل مع المدارس. لما نبتدي معاهم على اساس ان يكونون يحطون داخل المدرسه عندهم فريق يشتغل على الموضوع التطبيق، يبتدون بوضع سياسه خطه لعملهم بتطوير المرافق بزيادة المناهج، أن يدعمون المناهج بأشياء عن التغذية، أن يسوون أكتيفيتيز وأنشطة زيادة بخصوص التغذية، أن كل من في المدرسة المفروض يكون قدوة للطلبة خصوصا للمدرسين. يعني كنا دائما نسمع انه والله لا المشروبات الغازية داخلة مو حق المقصف حق المدرسين أو المدرسات، لا أنتوا قدوة. فالحين راح يطبق عليهم كل هالأشياء هذه.
مو بس إن شروط على المقصف، لا، حتى باقي المرافق في المدرسة والتوعية والمحاضرات، هذا راح يشمل المدرسين لأن هم راح يكونون يعني أداة مساعدة في التوصيل، فالطلبة يسمعون للمدرس ويقلدونه في الأشياء اللي يسويها. فكل ما كان هو رول موديل، كل ما كان هو قدوة بتصرفاته بكلامه بالأمور اللي يقولها للطلبة، راح وايد يساعد ويسرع الموضوع. البيئة المدرسية طبعا قلنا المقصف، المرافق اللي في المدرسة كل ما كانت تساعد الطلبة أنهم يتحركون، أنهم وحتى يعني من الأشياء اللي كاتبينها لهم أن سمحوا لهم يأخذون من الأدوات الرياضية في الوقت اللي عندهم فراغ مثلا، احتياط عشان يلعبون بالفرصة. يعني خلي يلعبون بالأدوات هذه وبتحت إشراف المدرسين ويرجعونها. في كثير من الأفكار والأنشطة حاطينها لهم على أساس أنهم يحطونها في خطتهم ويبتدون يطبقونها. يعني أنتم هي يعني عفوا هيئة الغذاء والتغذية مو فقط متكلمة مع يعني متفقة مع وزارة التربية والصحة أنه بس نوع من أنواع الأكل أو بس أكل مقصد. موضوع في رياضة، موضوع في فكرة كاملة. نوعية، موضوع في آلية وضوابط. لا. طيب علاقة الرياضة أيضا بهذه المبادرة شنو إيه؟ أو إن شنو تشوفون أنتم كهيئة غذاء وتغذية؟ شنو الضوابط اللي راح تتم على الشركات اللي راح تشارك، على المدارس نفسها، على الهيئة التدريسية، على القائمين على المقصف بالتحديد؟ فمثل ما تفضلتوا بالبداية قلتوا إن الرياضة وايد مهمة، وإن الحركة وايد قلت عند الأطفال عندنا، صار هاجس إني بقعد وقدامي الجهاز هذا بالبيت بكل مكان. فنبي المدرسة بهالساعات هذه اللي يكونون موجودين، ما في أجهزة، في حركة، في نشاط، مو بس إن تعليم، راح يكون في أيضا حركة. فيدخلون أنشطة حركية رياضية، ومن خلال الدروس، من خلال حتى بالإذاعة المدرسية الصبح، مو بس إني بصبح عليهم بقول لهم إيش، لا، خلي يتحركون، خلي يسوون نشاط، نشاط بدني صباحي. هذا قبل يا سارة استعد هذا احنا قبل نصفر ونفطر وما ادري عاد اذا للحين موجود هذا الامر. ايه. الله اعلم. بس يعني الحين يعني يقفون اكيد الطابور بعدهم من تحيه العلم نحييها ونحاول نعززها ونقويها ونكثرها. ايه. تكثر اكثر يعني، ممكن حتى داخل الفصل اول ما يدخل المدرس او المدرسه بطريقه التحيه حتى نسوي بعد إيه حركه شويه حركات ونقعد. صح. نكسر شويه الروتين التقليدي اللي قاعدين يسمعون ممكن يخدرون، احركهم انشطهم. صح. تفاعلي. في وايد اشياء ممكن يطبقونها، وبنفس الوقت الطفل ما يحس انه هو مفروض عليه شيء، بالعكس راح يستانسون. ايوه، غالبا يكونون حركيين، فبعدها من طاقتهم شويه تطلع بالمدرسه من عن طريق الرياضه. يعني توجيه هذه الطاقه شلون بيتصرفون فيها من بالرياضه، يعني هي افضل حل، يعني افضل خيار على قولة القايل. فبالنسبه لي يعني دراسه الجانب الصحي، يعني هل راح تشوفون تاخذون بعين الاعتبار، تعرفين اكيد لكل طالب او طالبه ملف مثلا صحي في المدرسه او ملف نفسي ويعني لازم يتبع تغذيه معينه، هل انتم يعني راح تلاحقون هذا الشيء بعد من قبلكم؟ نعم. اهم من ضمن يعني المعايير للمبادره انه يكون في مثل ما تفضلتي حالات استثنائيه، انه يكون في اللي هو الملف الصحي. الملف الصحي مو بس انه فايل وموجود، لا، راح يكون في متابعه لاوزان الطلبه، طولهم في البدايه لازم ينقاس بدايه الدراسه، هذه يعني شيء مفروغ منه لازم. ممكن يكون في مره ثانيه في الفصل الثاني انت يتابعون ايش كثر تاثر وزن الطلبه مثلا، صحتهم، يسوون استبيانات، يشوفون تغيير السلوك، هل فعلا تاثروا وتغير سلوكهم ولا لا. تغيير السلوك البيهيفير، هذا السوشيال بيهيفير وايد مهم صار الحين نركز عليه. التغيير السلوك الاجتماعي هو اللي يساعد في ان الانسان او الطفل او ايا كان انه يقدر انه يطبق الاشياء ويلتزم فيها. معلومات موجوده
لكن درجة الوعي والتطبيق وتعديل السلوك هذا اللي احنا نبي نوصل له ان شاء الله. ان شاء الله. كلمة أخيرة توجهينها لكل من يشاهدنا حاليا، وإذا كانت توجه للتربية، كانت توجه لهيئة الغذاء والتغذية، لوزارة الصحة، للطلبة والطالبات نفسهم. طبعا بكوني من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وإحنا هدفنا الصحة والتغذية لكافة المواطنين في الكويت، نبي يعني فعلا توصل المبادرات والأهداف والمشاريع اللي احنا ملتزمين فيها بجهود الجميع. كل ما كان الكل يتكلم في الموضوع ويسعى له وإيد بإيد راح نوصل، لكن لما جهة واحدة فقط هي اللي تشتغل على الموضوع ما راح يوصل. صح. وأنتوا إعلام يعني ما شاء الله عليكم، لكم دور وايد مهم، فنبي أن التوصيل هذه الرسائل من خلال الإعلام على طول تكون موجودة. هذا وايد راح طبعا يساعدنا ويساعد أطفالنا أنهم يعني فعلا نوصل وياهم إلى مثل ما قلنا تحصيل علمي جيد وصحة جيدة. نعم، إن شاء الله. العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. دائما كنا نكتبها على السبورة قبل. صادقة يعني يعطيك ألف عافية ومشكورة على كل هذا التوضيح والتفاصيل. وإحنا دائما في الإعلام أكيد يعني منصة لكل الجهات، القطاعات إن كانت حكومية أو أهلية، أكيد إن إحنا نبرز أدوارهم ومجهودهم. أكيد تشكرون على ما تعملون عليه، ويعطيك ألف عافية. وكل الشكر للدكتورة منى الإصمعي، مدير إدارة التوعية وتعزيز تغذية المجتمع بالتكليف في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.